السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بيسمعني. باراجراف أو تعبير باللغة الإنجليزية عن مهنة المستقبل، My Dream Job. لدينا هنا مهنة المستقبل، مهنة المعلم، ولدينا أيضا مهنة الطيار، ولدينا مهنة المهندس، ولدينا مهنة الطب. تمام، أكثر من مهنة، اختاروا المهنة التي تعجبكم. نقرأ أولا مهنة المعلم. My dream job is to be a teacher. I like to teach people new things. أما وظيفة أحلامي أن أكون معلم، أنا أحب أن أعلم أشياء جديدة. That I know، التي أنا أعرفها. I also like to explain topics to my friends. أنا أيضا أحب أن أشرح المواضيع لأصدقائي. Teaching is my dream job. التعليم هو وظيفة أحلامي. Because I like to deal with students. بسبب أن أنا أحب أن أتعامل مع الطلاب. And help them to understand things. وأساعدهم على يفهموا، ساعدهم ليفهموا الأشياء easily، بسهولة. I think I will be a good teacher and my students will love me. أنا أعتقد أن سأكون معلم جيد وطلابي سوف يحبونني. المهنة الثانية، الطيار. My dream job is to be a pilot. When I was a child I always liked to be a pilot. When I grew up، يعني مهنة أحلامي أن أنا أكون طيار. عندما أنا كنت صغير أنا دايما أحب أن أصبح طيار عندما أكبر. I watch movies and I play games. أنا أشاهد الأفلام وبلعب بالألعاب. About عن aviation، عن الطيران. Aviation، الطيران. And I found myself very interested to become a pilot in the future. وأنا وجدت نفسي متحمس لأصبح طيار في المستقبل. As a pilot، إذا أصبحت طيار، I will be traveling to many countries every month. أنا سوف أسافر العديد من الدول كل شهر. And I can see other countries and learn about cultures. وأنا سوف أو رؤية أستطيع يعني رؤية أو سوف أرى العديد من الدول وأتعرف على الثقافة، على الثقافات. وأستطيع رؤية العديد من الدول والتعرف أو تعلم، ليرن تعرف أو تعلم عن الثقافات. دي الوظيفة التي تمناها في المستقبل. نقرأ الباراجراف الثالث. In the future I would like to become an engineer. An engineer. في المستقبل أنا أحب أن أصبح طيار. Like my
father مثل أبي. I can see my father is doing a great job. أنا أستطيع أن أرى والدي يقوم بعمل رائع. At his work في عمله. And I would like to be like him. وأنا أحب أن أكون مثله. أنا أحب أن أكون مثله. هو a civil engineer. هو مهندس مدني. هو مهندس مدني. Who help in building hospitals, schools and other building. هو يساعد في بناء المدارس, المستشفيات, مستشفيات المدارس والمباني الأخرى. For people to use. للناس يستخدموا, ليستخدموها الناس أو للناس يستخدموها. I like the job because أنا أحب وظيفة, أنا أحب الوظيفة بسبب because it helps me, تساعدني to build my city, تساعدني في بناء مدينتي. هنا الموضوع الثالث أو الباراجراف الثالث عن مهنتي في المستقبل, مهنة المهندس المدني. مهنة المهندس. نقرأ الباراجراف الذي يليه عن الطب. I am a student. أنا طالب. I am a student. I study hard to achieve several. أنا طالب. أنا أذاكر بجد لأحقق العديد, several dreams in my life, لأحقق العديد من أحلامي أو عيد من الأحلام في حياتي. أنا طالب. أنا أذاكر بجد لأحقق العديد من الأحلام هنا in my life في حياتي. The most important one is to be a doctor in the future. الواحدة من الأكثر أهمية, واحدة من الأكثر أهمية أن أنا أصبح دكتور في المستقبل. I love this career so much. أنا أحب هذه المهنة كثيرا. Because it is honorable profession. بسبب ان هي مهنة نبيلة, مهنة نبيلة. I always wanted to dedicate my life. انا دائما او لا, انا لطالما اردت ان اكرس حياتي to be service of needy people, لخدمة الناس المحتاجة او الناس المحتاجين. And by being a doctor, ومن خلال كوني طبيب, I can satisfy this craving. أنا أستطيع أن أشبع هذه الرغبة. Satisfy معناها أشبع. Craving يعني الرغبة. I will do my best to make my patients feel better. يعني أنا سوف أفعل ما في وسعي لأجعل أجعل مرضايا, my patients مرضايا في يشعرون بالأفضل. I will provide the needy patient. أنا أوفر أو أقدم هنا المرضى المحتاجين. Who can't pay for their treatment, اللي هم لا يستطيعون دفع تكاليفهم. With both moral and financial support, تكاليف بالدعم المادي والمعنوي لهم, تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم. financial يعني المادي, both moral
يعني المعنوي، وسبورت الدعم، يعني انا اوفر لهم الدعم المادي والمعنوي الذين هم لا يستطيعون دفع تكاليفهم. I will treat them with affection and sympathy. And sympathy. Sympathy يعني بعطف. أنا سوف أعاملهم بمودة وعطف. Affection يعني مودة. Sympathy يعني عطف. And give them وأعطيهم health advice. نصائح صحية. I really want to be the life savior of the mankind. I will accomplish my dream step by step. خاتمة الباراجراف. أنا حقا أريد أن أكون منقذ حياة للبشرية. أنا سوف أحقق حلمي خطوة بخطوة. أو سأحقق حلمي خطوة بخطوة. Step by step يعني خطوة بخطوة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.